السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نستخدم النفس وركس في حاجة هو ما تعملش ليها أصلا، وهو في السيفتي. لو أنا جيت اخترت من فيو بوينت الثيرد بيرسون وقلت له أنا عايز جرافتي بحيث إن هو لما يلاقي فتحة يقع، تمام، هو كده ماشي على الأرضية. الخاصية دي معمولة على أساس إن أنت تعرف الأبعاد الطبيعية للشخص، لو في حاجة مثلا بتعوقه إن هو ماشي بيقدر تعرف اذا كان فعلا في حاجه مثلا اقل من 180 ولا لا. بس ممكن استخدامه في حاجه زي كده، ان هو انت وانت ماشي، تمام، لو في اي حاجه معلهاش سور وهتوقع العامل، تمام، بالشكل دوت، خلاص كده احنا عارفين ان في فتحه في المكان الفلاني، تمام. فده اختبار للسيفتي، ان هل في فتحات محتاج ان احنا نعملها سور ولا لا. طبعا في برامج متخصصه في الموضوع دوت بتخلي الشخص يمشي عشوائي وبعد كده تديك ريبورت، تمام. بس ممكن تستخدم النفس وركس في حاجه زي كده، تمام، وتخليه مثلا ينزل اي هو كده في الدور الاخير، ويبدا يعمل كامل بحث على اي حاجه محتاجه تتعمل لها صور بحيث ان مفيش حد يقع فيها، تمام، حاجه مثلا زي كده مثلا.